اهلا وسهلا الكبيدات ديالي، مرحبا بكم في فيديو جديد. صباح الخير وصباح النور وصباح الورود وصباح الحب، صباح كل ما هو جميل. البنات بغيو ريوسكم، الا ما بغيتو راسكم راه ما كاينش اللي غادي يبغيكم. الا ما تهليتو في راسكم ما كاينش اللي غادي يقول لكم تهلاو في راسكم. الا ما شفتوش ان شي حاجه ناقصاكم ودرتوها، والله ما كاين اللي يتسوق لكم البنات. واحد الحاجه اللي كنلقاها بزاف في التعليقات اللي كتعجبني وكتفرحني بزاف، وكنشكركم انكم فرحانين كيفاش كنعيش مع بناتي. يعني تنحاول البنات، شوفوا ما حد الانسان عنده صحيحته، ما حد الانسان عنده عوينات وعنده رجيلات وباش كيزيد وعنده فمه كياكل بيه. فنحمد الله ونشكره. عرفتوا انا مع حدايا هنا، حدايا الكلينيك، حدايا داك سميتو ديال الدياليز، قرابي ليا كندوز عليهم صباح وعشيه. وحق الله العلي العظيم البنات كيخليني كنحمد الله ونشكره ليلا ونهارا على نعمة الصحة. الإنسان اللي عنده الصحة يستغل كل دقيقة في وقته، يستغل كل نهار، يستغل أنه يعيش مع وليداته، يعيش مع نفسه، مع ذاته، يعيش مع عائلته، مع الناس اللي محيطين ليه. يعني كاع الحاجة المسببات ديال السعادة البنات ديروهم. كانوا عندكم وليداتكم فرحوا معاهم، لعبوا معاهم، راه ماشي عيب او لا حرام او لا شي حاجة اننا نلعبوا. واللي عندها راجلها تخرج معاه، تحاول تستغل الفرصة، خرجوا مع عيالاتكم، مع وليداتكم، مع امهاتكم، مع عائلاتكم، فرحوا ونشطوا. لان الله يستر فاش كتمرضي كتقيس قد هكا كتولي تألمي، ما كتبقى حتى شي حاجه، ما كتبقى تشوفيها قدامك كتلديها. واخا يكونوا عندك الملاير ديال الدنيا كاع كاملين، الا كنتي مريض او الا كنتي كتعاني او لا شي حاجه ما كتبقايش تلديهم. والا كانت عندك الصحه ديالك، كانت عندك واحد النعمه كبيره اللي هي الرضا والقناعه وسميتو، والله العلي العظيم الا كتشري غير مسكه ديال جدريال كتندغيها وانتي كتضحكي وفرحانه. داكشي علاش كنحاول البنات انا كنستغل محدي بالحياه مع بنياتي، لحقاش لا مشيت تخطيتهم راه ما كاين حتى شي حاجه في الدنيا. هاد الصباح نقول يا طولتي عنا المقدمه صباح، ولاني وحق الله العلي العظيم لانكم عزازات عليا. وداكشي اللي كنديرو انا لراسي، كنصح بيه لراسي، كنحاول كنصحكم كيف ما حتى نتوما كديروا معايا في التعاليق. هاد الصباح البنات فيا واحد الحاجه زوينه، انني كنوض كنهتم براسي، كنقاد حالتي، كندير. المهم اختكم ناضت، درت فوندو تان، درت شويه الجلوس، وانا ندير الماسكارا ويجيني واحد العطسه. انا شحال البنات اش تديرها لكم، ولا خصوصا اللي كنتو غادي لشي عراسيه ولا شي حاجه كتشدكم واحد العطسه اللي كيتخلطوا لكم الشفار لتحت مع الفوق. واي ويلا كنتو دايرين شي ماسكارا اللي كتدرع معنا واحد الماسكارا ما عرفتش. يلا بغيت نجربها اول مره، هي الدرع ليا. وتعالوا تفرجوا اختكم شتي ديك اللي تكوني شاده انا تفاشات فعليها مع الباك البنات، تخلط ليا لتحت مع الفوق مع ترى الموت ديال الضحك. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الانستغرام ديالي البنات، راه صباح بيوتي صباح ام اجره، يلا شاركت لي ستوري، راه عرفتي راه شبعه ديال الضحك البنات في لي ميساج اللي صيفطوا ليا. صافي وليت شديت القطينه ديال الودنين تنمسح بها الماسكارا اللي تخلطات ليا، وخديت هاد بتي بلندر هادو، هذا صغيرين، درت فيه عاود درت فيه على وعد بابايا وسعد، درت فيه فوندو تاع بعدا. كاين اصلا كانوا عندي هادو منهم بزاف، فلقيت الفاره ديال ندى ونورهان هازينهم ليا، بقاو وبقات ليا غير هاد البواطه هادي بوحدها، والاخرين كاملين كبار. ها هما تتلقاي مهزوزه، ها هادي فيها غير وحده، ها شتي مزوزين تيهزهم ليا. راه عرفتي ملي تيكونو عندك البنات تيوليو عندك بحال الضريرات. صافي وليت درتهم، قادينا باش ميبقاوش نوضين في راسنا بالضحك الوحدة. وخصوصا البنات شوفو نقولكم واحد الحاجة، اتسحبي راسك داك حكا لما عين وداكشي هو اللي غادي تولي بيه طوب
بغايه فين ما داروا يقولوها لك، والله كديروها تتهلكوا في صحتكم، خصوصا البنات والعيالات اللي تيكونوا مع العديزات ومع اللويسات ومع عيالات اللواس، وما تخرجي من بيتك تتقادي حالك. هذه نصيحه قلتها لك لحقاش، فاش كتجي صحه وقت الصح ووقت المعقوله كيقولوا هذيك فلانه زوينه فلانه مقاده، ما كيقولوش شقاها زوين وشقاها مقاده. دي نصيحه من وزاره الصحه والنوض، عاد نشوف شقاينا راه بوحدي ونهلي في راسي. النوض بعدا كاين، نشوفوا النهار كيفاش غيدوز. وخليكم بنات سي محمد خويا راه مورايا ونورهان معاه، هبط ونمشي نجيب نورهان من المدرسه وانا نلقاه واقف حدا الطوموبيل. ايوا راه مشينا للمدرسه هو ركب نورهان في الموتور وانا غادي عند نادا دابا. السلام عليكم، لاباس عليكم؟ اختي هنايا العشق الممنوع. موبيل هنا رانا دابا نطلع داك الكريسي، رانا براسي نطلعه ومزيده. السلام عليكم، اش اخباركم؟ مزيان عرفتي شنو؟ نور هان اش جرى عليك؟ خلع عليك خرج ليا توقف تخلعات تخلعات يا دارو. وانا سير خليتها نسيتك تغسل في الماء انت نصبر وتعطلت نيت لحقاش نلقى الزحام. بسم الله هيا نويده نشوفوها تخرج ليا الزوف اللي قالتها هي. يا تركبي معايا في الموتور ولا تبقاي مع ماماك؟ الموتور 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 خاص كاسك خاص كاسك اخر، تشري كاسك. ها كاين حق الكاسك ديال واحد الدري صاحبي شفتو معايا، درك كاسك اخر باقي جديد جديد والله حتى باقي جديد. خرجنا البارح من البيكالات ياه، ما خلاتنيش نهدر في البيكالات. شفت حق الفيديو اللي لحقتي الفيديو والله ما خلاتني نركب فيها. قالت لي لا اختي هذا كنت خديتو وعجب واحد الدري صاحبي مفقي بن صالح وجبته ليه، جبت ليه خوه صراحة جبت لي حسن من هذا، جبت لي واحد سميتو الزوار. شحال هذا دابا؟ هذا خديته ب 4000، جبت لي الاخر 4400. خلاص انا باقا ما جربتش نركبها في موطور. اش ديري تركبي؟ ولكن عاد تركبي على اللور ما تسوقي. تسوقي غتلوحي. ياك في البيكالو كانوا غيطيحوا. ياه. لا لا والله ما كنا غنطيحوا. هذا غادي يا مرت خالي. فكرت مرت خالي هذيك المره فاش كنت كتعلم جايب فيك الا كدا كنا بغينا نخلعوك ولكن ماما سلام فين عند بيسا لاباس هانيا خلعت نور هان توقفت عليها في الموطور ركع لي راسك عطاه الكاسك عطيها ديرو شدي مزيان هانتوما البنات هانا جمعت كاكسي. المهم انا جيت هدا للدار مشيت عطيت السوار لسي محمد ونور جاو هما سبقوني وانا دزت لحقاش الوقيته اللي كنخرج فيها انا هدا وك الا خصتني قزبر معدنو سميتو كنتقدا وليت جبت شويه ديال الكفته. اليوم كنت صافي البطاطا هي طابت مخليه البطاطا كتسلق صافي هاي تسلقات صفيت عليها. شوف الزهر ديال سي محمد خويا كل نهار تندير شي واحد اللي هو كتعوالا ندير غير بطاطا مسلوقه وندير البيض ومطيشه. ملي ولا جا عندك طراكت جبت الكفته غادي ندير واحد الطويجين ديال الكفته سميتو ونشوف عندنا شي شغل عند سي محمد شي شغل خصني نمشي معاه نقضي معاه وليني المهم نغدي من هو الاول باش نصيفط البنات المدرسه عاد نمشي معاه هو. نشوف كفته البنات واحد الطريقه كنديريها كتجي جديده وزوينه نشاركها معكم. ها انتم البنات ها هي سميتو الطاجين درت فيه شويه مطيشه غادي ندير فيه الثومه بعدا شويه القزبر ومعدني الثومه
هادو البنات واحد التوابل ديال الشرموله اولا هذاك نور ديال الدار هو فيه الملحه يعني مالح داكشي باش ما غاديش ندير انايا الملحه ما غيحتاج غادي ندير غير واحد المعلقه ديال السنيده ها هي باش كتحيد لنا ديك الحموضه ديال المطيشه وغادي ندير البنات شويه الابزار هذه هي لاصوص اللي كندير فيها انا الكفته عرفتوا كتجي واعره بالنسبه للكفته انا نوري لكم التوابل اللي كندير فيها هانتوما البنات بالنسبه للكفته انا غادي ندير فيها غير الكمون غادي ندير فيها شويه الابزار وندير فيها الملحه والقزبر ومعجوز شويه مع تقادات لي الملحة من الحق أو ماكلين على يدينا البنات هادي البطاطا غنوري لكم كيفاش غادي نشرملها تنشرملها بالزيت البلدية وبالخل صافي غندوز دابا نديرها كرات في الطاجين ها هو المقلاة درت فيها زيت العود زيت البلدية البنات غادي ندير فيها دابا البطاطا ندير فيها الثومه البنات انا ما مخدماش انا الضو ديال الرينغ لايت البنات غنديرو بقى كبر المعجوز اللي عندنا وانا بعدا بطاطا واش مالحه مزيان لا لا خاصه شويه الملحه غندير الهريسه البنات تشحر مزيان البنات في الزويته عاد كنضيف ليها واحد المكون اللي كيخليها واعره ها نتوما البنات ها هي البطاطا غادي نضيف ليها الخل بحال الابيض ولا اشرا كتجي واعره البنات تجي مشمله صافي وكنطفي عليها وصل وقت الغداء دابا البنات واخا تعطلت شويه على ندى ليليا مالك راه يلا غادي تغدى راه وقت الغداء دابا مشينا هضرنا مع نوال في التليفون و سي محمد نايت بس فرج لك لبس 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 اخويا ها هو البنات الطويزين اللي قلت لكم كيفاش كيجي راه كيجي لذيذ هاك اخويا الصنداره ديالي كمينه هاكشي لبسان هو كبي وهذه البطاطا اللي مشرمله
هادي التحليه مشرمله ماشي بالموس مشرمله بالقلم وهادي البنات التحليه اللي كنت وريت لكم راه كتجي واعره ديال القهوه سميتو كي جا كنسمحها في الشهيوات تيبرقك انا نجيب الماء الماء هو الكيسان ديالو هو الكبار وهادوك عرفتو المناضه راني مانعه على الدريات راه جات اليوم على قبلك تايا الساعه بلا ما نجيبها والله لا والله يسلمك تاع المشكل قبزي ديما راه قالت لي انا ده ماما عافاك مويني داك اليوم عزيزي والله الا بغيتك تجلس تبات معانا ولا لا يا صافي هاد المرة نجي لاربعة كاين الموتور كاين الموتور يلا والبنات نتغداو باش نمشيو نجريو ونوصل ندى ونورها للمدرسة وعاد نرجع نمشي انا وسمح محمد خويا نخرجو وراه جبنا بولات خاصة حنا راه خرجنا البنات شو راسي تيتبرك تنتفي فيا خرجنا انا وسي محمد خويا وقضينا الشغل البنات وعاود جينا مشى كان حاط الموتور هنايا مع مبغاش يدخل لي تحت الدار في الدخيله ديال الدار وحطوه هنايا في واحد لافاج وعاد ولا جابو ها هو جا عاد بغيت انا نجرب فراسكم غادي يطيح غادي يطيحك عاد بغيت نجرب اول مره غنجرب الموتور البنات بلاتي صبروا عليا يا ربي ما تفرجش هذا الفيديو ماما ما تكسيريش ما تكسيريش الصدقه داخله في الطوموبيل خدمو خلي امارش لا ما تخدموش شوي هذا بغيت تفك مني خليها بامور نحيد لك الفيتاس هذا عبر جيك هذا بغيت تفك مني لا حاشا نشوفوا الركبه ديال صباح كي غادي دير بعدا شوفوا الركبة ديال الصباح كي غادي دير يا لا 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 برافو راه حيدي رجل ولكن عندك ليه حيدي رجل هانتي حطي رجلك شوفي هانتي السكوتر اللي كان عندنا السكوتر هانتي شوفي حطي رجلك من ليه حطي رجلك حطيها برافو يلا هزي هذيك الرجل الاخرى هزي هاد الرجل تما يلا سيري يا لا راه محيد الفيتاس كيزيد والله الا كنتي داير الفيتاس اللي ما يزيدش سيري وايلي هات بلاتي ندفعك بلاتي ندفعك بلاتي ندفعك شاد الفران بلاتي ندفعك قلت لك يا هي اول مره نشوف عندك الروايط فيه مزغب وي راه جديد هذاك ديال البنواج هذوك وايلي الموتور باقي زعما جديد الموتور زعما راه باقي جديد عندك تنساي عندك تنساي وتحيدي رجليك وتخليه يطيح ديري رجل راه كاينه لتحت هذا الموتور راكبه فيه عواطف ولا لا؟ لا باقي عواطف راه هدايه لا ممنوع راه واحد اللي كيركب خاص عطيو لامي هدايه خليوها لامي تعاود كاع ما تسكت لا اي هدايه تبارك الله كاع ما تسكت كتبغي ماما ولا انا لا كاع ما تسكت شوفي راني دائما مساند الرسمي ديالك والله لا جا معاك الموتور خاص قلب ما عطيتينيش حق السكر في الموطور عندي عم مقرر راه ماشي مشكل والله الا انا نهبط لك واحد الباكيه مقرر صافي صافي المهم الحلاوه نديو الحلاوه من عندك هبطي رجل عندك تنسى هبطي عليا الضو انا طلعت نجيب ليه الجاكيطه والبيس بي قال لي يلا الضربه دويره قلت لي لا اللي عواطف ما راكباش فيه مازال ما راكباش فيه نفس ما ركب هذاك الموطور اخويا تتركب في عواطف هي الاولى ياك البنات هي مولات الشي خاصها تركب وتمتع مع راجلها بشي دويره وعاد نركبو حنايا جاي وجاي معايا كارد فيزيتا زعما ديال الاوركسترا ودي تجي باش نفرقهم الله يسر لك اخويا الامور هات ديك اللي ضربتي بالعين باش يخدم هاي هاي شو بحال ماكو واخر مره دي الطوموبيل لافاج وتقاس لا شي سير كوي بالماء ها صافي يلا لا مع كان عند الدراري تما حطو تما شوف تقرا وخليت لهم كونتاك الله اعلم المهم مرة انا الطوموبيل ديتها وقاس شي سير كوي الماء
وحتى كيشعل فيها سميتو الضو في الطابلو، دارت امارش بوحدها تيحسب لنا بسم الله الرحمن الرحيم حق الله ما ضحكنا. يلا سير اخويا طريق السلامه، باي باي. بوش ليا هدايا الحب ديالي، باي باي. مشيت صورت في الكوزينه، مشيت صورت في الكوزينه، الصوت ديال الكوكو تبرزتني وانا نعقب جيت للبيت البنات. عرفتوا اليوم ما كاين غا جري عليا نجري عليك، هذا الا سديتو هنايا بقاي عندكم اخوالي ما تيبغيش يتحل. اليوم جري عليا نجري عليك سي محمد، الصراحه كنت بغيتو يجلس وليني عدو غدا ان شاء الله كازا، فغادي يمشي لكازا داكشي باش ما بقاش. وتشوف واش نوقع نورهان نسكسو، ها سير صافي سير البنات صافي ما نقولوهاش ملي قالت لنا نورهان، ما نقولوهاش تخرجت والله الا خرجت في نصاصات الليل كنقلب على العشرة كنقسم تنقلب على المكتبة. لا صافي اسكت. حتى شريت ليها الكتاب، واحد الكتاب اخر باش تعاود تكتب لانها كان بقى ليها في المدرسه. المهم ولي جيت وخرجتهم قبيله، مشاو للسويع اليوم واحد الحصص كانت ممتازه بزاف تنديرو نشاركهم معكم البنات. وليت رجعت غسلت الماعن صبنت، نادا كانت باغا الطابليه ديالها قاستها شي طبيعه صبنتها وغسلت وجففت. عرفتي دابا ريحه جافيل تتعطي هكا، ودرت واحد جافيل عرفتو مجهد بزاف شريفو، يعني ما عارفاش هذيك الماركه. لا خلي انا نحل عاد الباب، عرفتو مجهد بزاف 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 وجفف دابا نقى الارض. عاد انا ديري السبه هذيك راه قوت الماكله فلون بيتزا ياك البنات. المهم البنات نتمنى ان الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش من دعواتكم الزوينه، وما تنساوناش من التعاليق ديالكم الزوينه لهلا يخطيكم علينا. السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.